قبل ما نبتدي معاكي بقى بالانجاز العظيم ده واستعداداتك للمزيد من الانجازات الفتره الجايه ان شاء الله، تعالي نتعرف اكتر عليكي وعن دراستك، خلفيه كده بسيطه عنك. انا لسه طبعا لسه بدرس، عشان كمان الرياضه مع الدراسه ساعات بتعطل شويه، فلسه اصلا في تانية كليه لسه مخلصتهاش. بس ان شاء الله يعني انا بحاول ان انا اعمل الدراسه مع الرياضه يعني كويس يعني. اكيد. بس تدرسي ايه بقى؟ لوجيستكس، اكاديميه البحريه. اوكي جميل حلو جميل. جدا. ده بصي بقى، احنا معانا صور كتيره، لو حابه ان احنا نبدا من هنا وتشرحي لنا. اوكي. دي اخر بطوله اللي انا كاس عالم دي، كنت لسه طالعه على البوديوم، فكنت مبسوطه جدا يعني. ف طبعا كنت لسه خدت ميداليه يعني، بس الحمد لله. دي هي بقى بتبقى، بعد ال بصي يا سلمى، هي دايما احنا كمتابعين او كبهير او كجماهير مشجعين يعني بنشوف اللحظه دي او اللقطه دي في الاخر، بس طبعا اللقطه دي بالنسبه لكم وراها بقى قصه، وراها طبعا. طبعا. كواليس، وراها تضحيات زي ما انت اتكلمتي ان ده على حساب الدراسه بتاعتك. فخلينا نروح شويه او نرجع شويه، ازاي سلمى بتحضر للبطولات؟ ازاي انتوا يعني اصلا بيتم تحضيركم للبطولات؟ ايه المشاكل؟ ايه الحاجات الايجابيه؟ خلينا نعرف. احنا ابتدينا يعني، انا الصراحه كنت مركزه على اللي انا اتاهل يعني اولمبياد، بس ان شاء الله هتاهل طبعا، دي بدايه التاهيل. صحيح. من السنه اللي فاتت الحمد لله قدرت ان انا اخش في المنافسه اللي انا اكون في التوب 6، وطبعا قلت لا انا عايزه اكون في التوب 3 يعني، والحمد لله قدرت ان انا اتمرن واجتهد في التمرين علشان اقدر ان انا من اول بطوله اقف على البوديوم يعني، ما يكونش توب 6 بس، لا يكون توب 3 يعني. ده كل يوم بقى. برافو عليك. بالظبط. برافو عليكي ما شاء الله. طب انت بدايه اخترتي الرياضه دي، اشمعنى الرياضه دي؟ وبرضو عايزينك تعرفينا، يمكن مش كل الناس عارفين تفاصيل الرياضه دي، يعني ايه الخماسي الحديث؟ عباره عن ايه بالظبط؟ هو الخماسي عباره عن جري وسباحه ورمايه وركوب خيل وسلاح، بس بعد اولمبياد 2024 هيشيلوا الفروسيه خلاص وهيحطوا الاوبستكال، دي لعبه جديده يعني. طب اشمعنى، كان ايه السبب ورا ده؟ حصل مشكله كده في الاولمبياد اللي فاتت في اوكي. الفروسيه، فهم بقى اخدوا القرار يعني اللي هم هيشيلوا هيبدلوها؟ اللعبه، هيبدلوها بلعبه تانية. بس انت يعني، انت بسم الله ما شاء الله ميداليه برونزيه في كاس عالم في رياضه عباره عن 5 رياضات في بعض. طب انت ما اخترتيش رياضه منهم لوحدها على هو حده انا ليه الصراحه وتركزي فيها؟ كنت في الاول خالص اساسا كنت بلعب سباحه من وانا عندي 3 سنين اوكي. لحد 15 سنه. بعد كده بقى في مدرب شافني قال لي خشي جربي الخماسي. انا ما كنتش اعرف يعني ايه خماسي اساسا، بس اول حاجه جربتها كان الثنائي اللي هو الجري والسباحه، فبدات بقى اللي انا اعلق في ميداليات وكده. بدات بقى اخش بقى اللعبه اللي بعدها الرمايه، بعد كده السلاح، بدات بقى اخش بقى في اتجاه الخماسي. بس كنت عجبتك بقى الرياضه دي؟ بس انا كنت لسه شغاله في السباحه والخماسي مع بعض، بس تمارين السباحه ما تنفعش مع تمارين الخماسي خالص. بس مع فبعد الجامعه كده العطلانه دي كمان ما لا تنسيهاش. كنتش لسه دخلت الجامعه. بس فبعد كده بقى اتجهت للخماسي، وبدات بقى اسافر بطولات دوليه وكده، قلت خلاص بقى هنسى السباحه دي وهتجه للخماسي. بس اكيد ساعدتك ان انت كنت اوريدي بتتمرني سباحه. طبعا ان السباحه اصلا ساعدتك حاجه بعد كده. حاجه اساسيه اصلا في الخماسي يعني، اللي انا اعوم جامد وكده. بس فكملت بقى في الخماسي، وبعد كده بقى اتاهلت اولمبياد 2018 بيونس ايرس، وخدت فيها الذهب الحمد لله. ما شاء الله. بس فاتجه بقى، فضلت بقى مكمل في الخماسي لحد بقى ما بدات بقى اخش بقى مع الكبار اللي انا اقدر اخش في المنافسه وكده.